اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده اكله امي بصراحه لما بعمل الاكله دي بكون مخضوض، يعني بخاف ان انا اعملها، اقدر ان انا ما اقدرش ان انا اعملها بنفس الطعم بتاع امهاتنا، وهي الملوخيه سواء ناشفه سواء خضراء. طشه الملوخيه يا اخوانا لازم تتعمل على اصولها، التومه لازم تكون ناعمه، تاخد الكزبره الناشفه، تاخد الفليفر والطعم، والشهقه بتاعه الملوخيه بتختلف من بيت لبيت ومن مطعم لمطعم. ولكن قبل ما نتكلم عن الملوخيه هنعملها ازاي، او ان احنا نعملها ناشفه، نعملها بشوربه البط، شوربه الفراخ، شوربه لحمه، خلونا نتكلم عن الفرق بين الملوخيه الناشفه والملوخيه الخضراء. ده يهمني قوي على فكره، عشان لو الاثنين موجودين عندك في البيت ايهما افضل تعمليهم؟ هل تعملي الناشفه اللي هي تخزين في الريف المصري والصعيد المصري، وبوجه تحيه كبيره لكل الريف المصري والصعيد المصري بتخزينهم للملوخيه للكشك ولازم تتكرم وتبقى ناعمه، ولا لازم موجود الملوخيه الخضراء نعملها وخلاص؟ الفرق بين الاثنين، الملوخيه الناشفه في عنصرين مهمين جدا مشترك بين الاثنين اللي هو الحديد والزنك. طبعا الحديد والزنك دول مهمين جدا، عناصر غذائيه مطلوبه لتقويه الانسان ومضادات اكسده والحاجات دي كلها. احنا متفقين الاثنين موجودين بنسبه واحده، اما فيتامين سي اقل شويه في الناشفه. الخضراء غنيه في فيتامين سي، مضادات اكسده ومناعه في الخضراء اكتر شويه، الناشفه اقل شويه نتيجه التجفيف. ولكن زي تحضرتيها وكرمتيها وبقت ناعمه بالتاكيد هتبقى لطيفه. ايه هي فوائد الملوخيه يا عم الشيف بعد التجفيف وان احنا نحافظ عليها ونكرمها؟ رقم واحد فيتامين سي عالي فيها جدا، رقم اتنين الحديد والزنك، رقم اتنين مفيده جدا للاسنان وتقويه الاسنان، وده مطلوب لكبار السن والاطفال في المراحل الاولى من العمر. الفايده اللي هي مهمه جدا كمان ان هي بتقلل الكوليسترول اللي موجود في الدم، وده مهم جدا. وما تنسوش طبعا ان احنا نعمل الطشه بالتومه والكزبره، كده احنا بنعلي من القيمه الغذائيه بتاعتها. ده اللي انا عايز اوضحه، فايده الملوخيه الاكله المصريه اللي في اي مكان يقول لك ملوخيه على الطريقه المصريه. معانا النهارده طبق بتنجان مخلل هعمله على طريقتي، وده بيختلف برده من بيت لبيت، بالطشه بالدقه هنشوف نعمله ازاي. والحلو بتاعنا النهارده شويه رز بلبن مع القرفه، هيعجب حضراتكم ان شاء الله. وازاي نعمل الرز بلبن ما يبقاش معجن وما يبقاش قاسي، ناكل الرز بلبن يوم واثنين وثلاثه عندنا في الثلاجه، ناكله بالعسل، ناكله بالقرفه حسب الرغبه. مش عايز اطول حضراتكم في تفاصيل جديده النهارده مع ملوخيه هنعملها بشوربه لحمه، شوربه فراخ اللي موجوده عندك، ولكن الكلام اللطيف ده والافكار الجميله من الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو. خلينا ناخد بعدنا فاصل ونرجع، اوعوا تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وأكلة الملوخية أكلة ما يختلفش عليها اتنين، احنا مشهورين بها المصريين، وبعض المطاعم دلوقتي بسم الله ما شاء الله بيقدموها شو وحاجة بتبقى لطيفة وجميلة، وأنا أعرف في ناس بتروح مخصوص بعض المطاعم تاكل عشان الملوخية بتتقدم بالشو الحلو. أنا عايزك تعملها في البيت لجوزك، إيه المشكلة؟ بتجيبي حلتين صغيرين أو طاستين صغيرين وبتعملي الطشة بالسمنه بالزيت زي ما انت حابه، مع التومه مع الكزبره. ولكن نصيحتي ليك لما تيجي تعملي الطشه بتاعه الملوخيه لازم تكون الكزبره مطحونه فوري، يعني ما تكونش مطحونه بقالها كتير عشان الزيوت الطياره اللي موجوده في الكزبره الناشفه مهمه جدا. هتقولي لي بقى طشه الملوخيه تتعمل بالكمون، هي الكزبره الناشفه حبيبه الملوخيه ويعني ما تستغناش عنها، خلي بالكم. طب تعالوا مع بعض نشوف مقادير الملوخيه الناشفه على طريقه الشيف المغازي وانا بعملها وانا مخضوض ما زلت، لان في الريف المصري والصعيد المصري امهاتنا بيعملوها احسن مني مليون مره. ولكن للمبتدئين في المطبخ نعلمكم ازاي تعملوا الملوخيه الناشفه عشان لما تيجي حماتك تبقى انت اتعلمتها منها. معانا ملوخيه متكرمه جاهزه مفرومه في الكبه، وبعد كده نخلناها بمرخل ناعم، شلنا العيدان الرفيعه، وموجوده باللطافه وبالشكل الجميل الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده. وفي ستات طيبه بتبيعها مع جبنه قديمه على بعض الاماكن، يعني ممكن تشتريها وتجيبيها. معانا طبعا انا عايز المفروض تعمليها بطماطم مبشوره، انا هغير الفكر واعملها بمعلقه فلفله حلوه، حلو الكلام، اللي هي الهريسه الحمراء. ومعانا التوم والبصل اختياري وسمنه بلدي والبهارات بتاعتنا شويه ملح وشويه فلفل، وما تنسيش الكزبره الناشفه. طبعا الكزبره الناشفه والخضرة الاثنين اساسي في الملوخيه، الخضرة اختياري اما الناشفه اجباري وتحتها خط. تعالوا نعملها مع بعض.
طبعا يفضل عندك شوربه بط، ما اقولكيش بقى لو عندك شوربه بط العمل الملوخيه هتبقى احلى من اي حاجه في الدنيا. عندك شوربه فراخ ماشي مش هتقول لا، شوربه لحمه مش هتقول لا، ولكن تتعمل ازاي يا شيف مغازي هو ده الكلام. طاسه او حل على النار، الكميه اللي احنا هنعملها حسب عدد افراد الاسره. بناخد معلقه سمنه حلوه، حلو الكلام، ومعانا بصلايه ناعمه وفص توم ناعم. احنا هنعمل هنخدم على الشوربه بتاعتنا شويه، حلو الكلام. او معلقه سمنه حلوه كده. طبعا عدل الشوربه دي يا عم الشيف او عدل الملوخيه الناشفه، شويه رز ابيض مصري، رز، معلقتين زيت حلوين كده، ورقتين لورو، ده العدل ايه بتاعها. بصلايه ناعمه صغيره كده ما تبانش بالشكل ده كده، ونحمرها. اللهم صل على النبي. وانت بتحمري البصله حط شويه ملح عشان تتحمر بسرعه والدخان بتاع البصلايه ما يوجعش عينك في المطبخ، ده مطلوب. شفتي اهو، خلي بالك انا بعمل اكله دلوقتي حضراتكم شطار فيها، ويمكن انتوا دلوقتي لو بتتابعوا شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه بتقول شيف مغازي انت جاي تعلمنا ملوخيه ناشفه، ده كلام راجل. صدقوني بجد لغايه دلوقتي بتسقط منك، لان تغطي الملوخيه، تغطي الحله ولا ما تغطيهاش لما تيجي تعملي الملوخيه، ده مطلوب نعرف نغطيها ولا ما نغطيهاش. مش هجاوب دلوقتي، خلي بالك انتوا بقى جاوبوا وقولوا لي واتصلوا دلوقتي، الملوخيه لما نيجي نعملها نغطيها ولا ما نغطيهاش؟ عملناها وسبناها على جنب نغطيها ولا ما نغطيهاش؟ اللي يعرف يتصل دلوقتي ويقول لي. بصلايه ناعمه اهي تاخد لون كده، ما استناش عليها لما تتحرق، بصلتك اتحرقت بقول لك انت المسؤوله بقى. شفت البصلايه كده رايحه جايه اهي في قلب الايه الحله. بناخد فص توم حلو، ده غير التوم الطش. ونقلب كده. انا بقى هخترع شويه شوربه على مزاجي، انا ما عنديش بط سلقه، انا عندي شوربه لحمه جنب اهي. كنا عاملين امبارح كبسه، كنا عاملين صينيه بطاطس باللحمه، وعندي شويه شوربه في الثلاجه طلعتهم غليتهم على النار بيغلوا جنبي كده زي الفل. ادي البصلايه الناعمه والتومه الناعمه، معلقه فلفله حلوه مش بطماطم مبشوره، ده الجديد. هي دي وبس. واقلبها. الله، شوف الريحه الحلوه بقى، شوف الجمال بقى، جربيها كده بالفلفله الحلوه اللي هي الهريسه. الله يا ويلي على الريحه الحلوه دي، هو ده. الله، لا تقولي لي بقى شوربه بط ولا شوربه وز، حلو قوي. ناخد يا عم الشيف الشوربه اللي عندي دي، اللهم صل على النبي. اختراع، اللهم صل على النبي. انا بعتذر لاخواننا اللي في الاستوديو بصراحه من الريحه القويه دي. اختراع، شويه شوربه من الهواء. هسيبهم بقى يغلوا على النار كده على مكرم الملوخيه بتاعتي اللي حماتي جايه تزورنا اخر الاسبوع. خلي بالك ما تستهونيش بالحاجه اللي بتجيبها الست الطيبه وهي جايه تزورك، شويه سمنه بلدي، شويه انت مش هتعرفي تعملهم في البيت. تعالي كده جففي الملوخيه الخضراء دي كده، هتجيبي بقى ايه، شاشه بيضه ولا مثلا ورقه زبده وتحطيهم او صينيه وتنشفيها في الشمس، وبعد ما تنشفيها تطحنيها بايدك وبتلاقي فيها عروق رفيعه. انما التخزين بتاع الريف المصري والصعيد المصري يا اخوانا ده، دي حاجه خير موجود الحمد لله. واحلى هديه فطير مشلتت، جبنه قديمه، شويه عسل اسود، شويه فطير مشلتت، شويه ملوخيه ناشفه، شويه كشك جايين من البلد، هو ده الجو. يعني انا ليا اختي في البلد مثلا في كفر الشيخ، كل ما تجيلي تجيب لي الجبنه القديمه، الجبنه القريش، ده موضوع تاني لها طعم تاني، وتجيب لي الملوخيه الناشفه، الفطير مشلتت، السمنه بتاعته حكايه، لو انا قعدت اعمل السنين كلها فطير مشلتت مش هعرف اعمله طبعا زيها، وهكذا. شفت الشوربه دول؟ الله، بص الشوربه، بص الحلاوه، شفت اللون الحلو ده كده؟ دي مش طماطم مبشوره خالص، دي معلقه فلفله حلوه اللي هي الهريسه الحمراء، تتباع تعملها انت في البيت مفيش مشكله. اعملها ازاي يا مغازي؟ بجيب الفلفل الاحمر اشيل البذر منه واقطعه ويبسه، يعني ايه يبسه؟ اسيبه ينشف يبقى ناشف كده، وبعدين اطحنه في الكبه واحط عليه زيت زيتون واحطه في برطمان واحطه في الثلاجه. تشوي لحمه تحط معلقه، تعملي ملوخيه ناشفه تاخدي منه معلقه، بتتبلي تتبيله فراخ مشويه تاخدي منه معلقه، تعملي شاورما تاخدي. هو عندك في البيت بيوفر عليك حاجات كتيره كده. انا حضرت الايه يا عم الشيف؟ شويه الشوربه الحلوين، اللهم صل على النبي.
ده عود كزبرة. عايز تعرف ده ايه؟ هشيله خالص عشان ده ايه خيلنا في الحلة. الشوربة دي لازم تكون شوربة رايقة وفايقة. شفت الشوربة؟ اغطيها. لا هغطي الشوربة مش هغطي الملوخية. خلي بالك. هغطيها كده واسيبها. حلو قوي. نيجي بقى للايه؟ للملوخية الناشفة بتاعتنا الجميلة الحلوة دي كده. المبتدئين في المطبخ، العروسة الجديدة اللي لسه ألف باء مطبخ، اللي لسه مبتدئة، اللي عايزة تثبت وجودها في مطبخ الزوج والعائلة الكريمة اللي هي تعتبر خلاص اضافوها للعائلة الكريمة، وعايزة تعمل شوية ملوخية ناشفين، وتبقى خايفة لا هي تفرط منها تقطع منها ما تبقاش لطيفة. الجو ده مطلوب على فكرة، لازم تكرميها، مهم جدا، وتبقى كلها ناعمة بالشكل ده كده. اهو اساتذة المصورين حبايبي، اهو اهو شفت الملوخية اهي. خلي بالك تجيبي منخل اهي الملوخية. انا مش عايز بس اطلع اهو اهوت اهي دي الملوخية. شايف والله ريحتها، ريحة الريف المصري والصعيد المصري ما بين اصابع ايدي والله العظيم. اهي شفت الملوخية اهي 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 الله. احنا انا مش دافع فيها فلوس والله. اهو اهو دي جاية لي هدية اهي اهي، جايبها معايا الصبح وانا جاي اكدب يعني واقول شاريها خالص. اهو احنا جايبين الملوخية الخضراء اهي. طب انا عايز اجففها يا مغازي زي ما احنا جايبين دي كده، بنورقها وتنشفيها من المية كويس، وتجيبي طبعا دي فيها اية عروق، وتنشفيها على صاج او على شفت، عشان عايز بس اوريكي القيمه المعنويه والهديه اللي جايه لك من البلد. ما تستهونيش بيها وتقولي ده جايبه لي ملوخيه. لا طب انت لو انت شاطره اعمليها وهادي بيها الناس، ده موضوع صعب على فكره. هتاخديها تنشفيها، وبعد ما تنشفيها كويس وتنقي الورقه المخرمه بلاشها، والورقه العريضه حطيها. موضوع كبير يا اخوانا والله. وبعدين تتيبس، وبعدين نفركها بايدينا ونشيل العروق منها ونعبيها ببرطمان. وعلى فكره الملوخيه ممكن لو قعدت في مكان فيه رطوبه تسوس وتكلكع منك. مثلا انت دلوقتي بتشتغلي وحطيتي المعلقه فيها شوربه في قلب الملوخيه وانت بتحطي، وشلت الشويه اللي باقيين، انت كده ارتكبت جريمه. ليه؟ مكانك ما حطيت المعلقه اللي قلبت بيها، سبت كلكع صغيره، خزنت الملوخيه، بقى تيجي تشتغلي منها بعد كده هتلاقيها معفنه وشكلها مش حلو. اللي بقوله ده يا اخوانا بيحصل في كل بيت غصب عنك، انت مش قصدك انك خدت المعلقه قلبت بيها وبعد اشتغلت بيها. نيجي نشوف الملوخيه اخبارها. هو ده، بص على الحلاوه هنا، ايه الجمال ده. بس خلاص كده نص الطريق اللي هي الشوربه والملوخيه. عايزين نعمل الطشه. حاضر عينيا، تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل مع بعض طشه الملوخيه. دي مهمه جدا على فكره يا اخوانا، وطشه الملوخيه بتبين شخصيه ست البيت والام في طبق الملوخيه اللي بتعمله. هل الملوخيه ناجحه معاها ولا مش ناجحه معاها؟ ادي طاسه على النار تسخن كويس، بنحط في الطاسه دي معلقه سمنه حلوه، اللهم صل على النبي اهو، وحط سمنه بقلب جامد لانك انت ايه الشوربه هنا بتدعميها بالقيمه الغذائيه اهو. عينيه اهو اهو، يشيل دي من هنا خالص. حلو. احنا عندنا على فكره شويه رز بلبن النهارده، عايزين نعملهم برده بمزاج، لان الرز بلبن ده لغايه دلوقتي ما بيظبطش معانا. نطلعه من الثلاجه نلاقيه ناشف وقاسي، نطلعه من الثلاجه نلاقيه لسه ميه، والحاجات دي كلها على فكره. ادي السمنه على النار، اعلمك ازاي تعملي شويه طشه للملوخيه، وتقدري تعمليها في البيت. والشو اللي بنشوفه في بعض المطاعم ده نلاقيه تقدري تعمليه في البيت. ادي الملوخيه بتاعتنا اهي، شوربه رايقه وزي الفل. الله، ظابطه الملح، نظبط الملح، شويه فلفل اسود، نظبط الفلفل الاسود. طبعا لو انت مبهره الشوربه اعملي كنترول عليها. شويه الملح التمام، الله على الريحه الحلوه. المعلقه الفلفله الحلوه قلبت كيان الشوربه. خلي بالك ما تخطئيش بقى وتعمله زي ما انا كنت بتعلم في المطبخ، واحط بالمعلقه دي خلي بالك، لان احنا مش ممكن ناخد الكميه دي كلها. خلي بالك تعملي ايه بايدك. ننزل كده اهو. الله، ده للمبتدئين في المطبخ. انا اسف، الامهات اللي بيشوفوني دلوقتي احسن مني مليون مره. واقلب واحده واحده كده، علشان الملوخيه دي خلي بالك بتتخن لوحدها كده ناشفه، فهي تلاقي ايه تخنت معاك. هنشوفها دلوقتي وتلاقي فيها العرق الخضار والجمال وزي الفل. العرق اللي هو ايه مش قطع منك. نقلبها كويس لان ممكن تكلكع منك. في مفرك للملوخيه في الصعيد الجميل وفي اسوان، الناس الطيبه بتهتم بالتفاصيل الصغيره دي. تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. حلو الكلام. هتحتاج شويه كمان، نحتاج شويه. وخلي بالك دي تاخد غلوه والتانيه وترفعها من النار. ما تقعدش تغلي كتير يعني.
بس الملوخية الناشفة لو غليت كتير ما بيحصلهاش حاجة. الملوخية الخضراء خلي بالك هي غلوة والتانية اهو. نقلب كده اهو. زي الفل. عايز تشوف القوام بتاعها بقى؟ لما تعملها على فكرة هتستغنى عن الملوخية عينية، هتستغنى عن الملوخية الناشفة، الملوخية الخضراء. بس خلونا الأول إيه؟ كده على السريع. الله هو ده. اوريك القوام عينيا. حاضر. انت عايز تاكل ملوخيه. اوريك احلى قوام للملوخيه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي المغرفه زي الفل. ناخدها كده. بص على القوام. الله. بص قطعت لا خالص. طب تعرف ان هي قطعت ازاي؟ لما تنزل مخرزه منك اهو. هي غلوه والتانيه وتشيليها اهو. لسه لما نعمل لها الطشه دلوقتي حكايه اهو اهو. اي 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 اهو. اهو كمان واحدة اهو اهو اهو. هروح فين بعد كده؟ اهو كريم فوقي اهو زي الفل اهو 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 اهو. لسه تقطع مين يا غالي؟ احنا بنهزر ولا ايه؟ امهاتنا اللي بيشوفوا دلوقتي تاج راسي، خلي بالكم انتوا اشطر مني في عمايلها. اذا انا بخطأ بعض الاخطاء الصغيرة سامحوني، مفيش راجل في الدنيا هيعمل شوية ملوخية زي اللي بيعملهم امهاتنا. عشان نتكلم الحقيقة، الملوخيه كده جاهزه اهي. بص وهي بتغلي اهي 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 قلبه ونشيلها على جنب. تعالوا نعمل الطشه مع بعض. نعمل الطشه دلوقتي ولا بعد الفاصل؟ نشهى دلوقتي ولا بعد الفاصل؟ حابين ايه؟ نعمل الطشه. طيب ادي السمنه على النار. حلوه قوي. خلي بالك طالما هشتغل في الطشه مش هينفع ان انا اطلع الفاصل غير لما احطها على الملوخيه ونشهى مع بعض. وبعتذر كمان مره للاخواننا في الاستوديو. ادي التوم. حلو قوي. كمان شويه توم. الله الله. احنا بندعم الملوخيه هنا بالثوم، بينزل الكوليسترول في الايه؟ في الدم. خلي بالك عشان كده الملوخيه قيمتها الغذائيه عاليه جدا ومحتوياتها مهمه جدا. دي سنه بابريكا حلوه كده اه. الله 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 على الريحه اه. اوعي التومه بتاعه الملوخيه تغمق منك، ازعل. خلي بالك اه. دي عايزه شويه سمنه كمان اه اه. حطي سمنه، خسرانه حاجه ما هي جايه لك هديه. وادي الكزبره الناشفه مطحونه اهي. حط كزبره زي ما انت عايزه بقلب جامد اه. اصبري عليها كده تتعرف على التومه وتاخد لون اه. والتومه لازم تكون ناعمه، خلي بالك التومه لازم تكون ناعمه زي دي كده اهي. الله على الريحه. حلو قوي اه. كمان شويه كمان شويه. شفت الرغوه دي اه اه. شفت ريحه الكزبره مع التومه حكايه. جاهز للشقه؟ انا غير مسؤول اه. عايز اعيش بلدي دي، وعايز شويه رز مصري دلوقتي حكايه. انا من شهوات الاكله دي ان انا احط الملوخيه على الرز واقعد اقلب بالمعلقه كده لغايه لما اقلبهم على بعض واكل بالف انا وشيف اه. زي ما هي كده يا عم الشيف، زي ما هي كده اه. ناخد الملوخيه اه. يلا بص على الحلاوه. مستعد؟ جاهز؟ بالله عليك بالله عليك. هو ده يا ويلي يا ويلي. زلزال. احلى بقى حاجه الشويه دول كده اهو، كده كده بالراحه اه. هو ده كمان كمان. الله اه. بص بص بقى بص بص بص. هو ده. يلا ناخد بعدين نطلع فاصل عشان الشهقه ديت خلي بالكم وقفت لي قلبي اه. طلعوا بحته وهوني بعد الفاصل. هو ده. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف الملوخيه اهي. ننزل بيها كده في قلب الكاسرولة. يا ويلي يا ويلي. قطعت لا، فرطت لا. ايه الجمال ده اهي. وعلى عينك يا تاجر. هو ده. ممكن تعملي حاجه لطيفه بقى ونعملها لكم ان شاء الله في الحلقه، يعني حلقه ثانيه جاي علينا شهر الكريم شهر رمضان. السفره لا تخلو من الملوخيه في الايام الاولى من الشهر الكريم. دايما بتلاقي الملوخيه بالطشه بتاعتها. هنعملها لحضراتكم كده زي ما بتشوفوها في المطاعم. يبقوا طاستين زي بعض زي دول كده مثلا، يعني معايا الحمد لله زي الفل اه. بتعملي الطشه هنا مثلا، طشه هنا والملوخيه هنا، وتيجي عامله الحركه دي، وتيجي بقى قدام جوزك كده، وتيجي رايحه على الكرافات بتاعه والبدله، يعني تشهقيه قبل، يعني قومي من على السفره خد دي ازاي بقى، واعملي مداعبه كده وانت ايه في البيت. ايه المشكله؟ دول بثلاثه تعريف
ما يروحش مطعم ياكلها، ايه المشكله؟ واخوانا اصحاب المطاعم ما يزعلوش مني، في البيت وارد تعملي الجو ده، طاستين قد بعضهم بثلاثه تعريف وهتعملي الجو ده في البيت لضيوفك وحبايبك. السفره بتاعتي دي يا اخوانا عايزه شويه رز مصري، نعملهم ازاي؟ لغايه دلوقتي بتكون عامله سفره كبيره حلوه قوي والرز ما يظبطش معاك ازاي؟ ما اعرفش، يا عجن يا اب حبه وحبه، الحاجات اللي بنشوفها دي وتزعل الواحد على فكره. هل هو تقصير مننا؟ لا، هي بس يكون عندنا بيفوتنا بعض شويه الحاجات. انا هعمل شويه رز دلوقتي كده زي الفل مع بعض. طاسه على النار، بحط في الطاسه دي برده معلقه سمنه. عندك شوربه فراخ، شوربه لحمه ممكن تعمليها، بس انا بحب الرز بتاع الملوخيه معمول بميه عاديه مش بشوربه، بحب رز كده صافي. ادي معلقه سمنه حلوه زي الفل، وامسك شويه الرز دول افلفلهم في السمنه. حلو الكلام؟ اه، موضوع بسيط. اعمل شويه رز بمزاج، اه طاسه زي دي كده اه. وعندي بقى جديد القرن الفلفل ده كده، ايه الشيف اللي بتعمله ده؟ اصبر على رزقك يا راجل يا طيب. هو ده، وانزل بالرز ده كده، ده الجديد اه، بس كفايه. حلوه، ونقلب الرز ده يا عم الشيف في السمنه مع شويه الملح اه، ده الجديد. رز بقى للملوخيه، شويه الملوخيه حلوين، وسفره لطيفه وجميله، العناصر الغذائيه كلها موجوده، حديد وزنك موجود، فيتامين سي موجود اه، حلو، كربوهيدرات موجوده في الرز، نشويات موجوده في الرز. انا بس بتكلم وبتطرق لموضوع العناصر الغذائيه اللي في السفره اللي انت عاملاها، مش بعمل اكل وخلاص. ممكن تبقى عامله خروف ومضر على السفره، ممكن تبقى عامله ديك رومي ومضر على السفره، بس السفره بتاعتنا دي جميله، فيها كل حاجه، فيها بروتين اه، لحمه البط، سوري، شوربه البط اللي انا عامل بيها، شوربه الفراخ اللي انا عامل بيها، شوربه اللحمه اللي انا عامل بيها اه. حلو الكلام اه، زي الفل اه. قرن الفلفل ده لازمته يا شيف بس الله يسامحك، انا عايز شويه الرز يبقى لهم طعم، يبقى لهم ايه طعم، مش هقطعه انا اخليه زي ما هو، لان يعني الفلفل ده لما يستوي في قلب الرز مع الاكل اللي انا عامله النهارده كده هيفتح شهيه جوزك ويخلص كل الملوخيه اللي قدامه. انا شخصيا كده كده اي ملوخيه بتتحط لي في الطبصيه او في البوله اللي بتتبع السفره بشربها كلها قبل ما بقول بسم الله على الاكل. هو كده دي بدايه شوربه. ميزه الملوخيه على السفره بتلعب دورين، دور ان هي نوع خضار، وخضار مش اي خضار يعني، عناصر غذائيه كتير زي ما قلت لحضراتكم واتكلمنا في البدايه، زائد ان هي بتلعب دور شوربه. حلو، شويه الملح هنا، الله اه، الفلفل الاسود انا هحطه على الرز بعد ما نغرفه اه. يا سلام لما تغرف شويه رز كده وترش عليهم رشه فلفل اسود كده وانت بتقدميه كده، الرز جاهز. ننزل بالماء المغلي، ماء مغلي ما يكونش ميه عاديه اه. الله 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 الله، بس خلاص خلص الرز. من الاخطاء الشائعه واحنا بنعمل رز، حطينا ميه مغليه، نيجي موطين النار على الرز ونقول الشيف المغازي قال لك اطلع على الرز لما يستوي. لا انا قاصد لما نطلع على الرز لما يغلي قدام عينك بس، لا تيبي بكبك تهدي النار، ما بكبكش ما توطيش النار اه، خلي بالك اه. لسه المبتدئين في المطبخ لغايه دلوقتي ما بيقدروش يظبطوا الرز الملوخيه، رز الباميه، شويه رز كده بس ساده. ممكن تكون شاطر قوي في حاجات كتيره، احلى حد يعمل بيكاتا، احلى حد يعمل مكرونه بالوايت صوص، اجدع حد يعمل حمام محشي، بس شويه الرز الابيض ما يظبطوش معانا، بنستهزأ بيهم، بالعكس بقى ان هم مهمين جدا على السفره. تعالوا مع بعض، عندي شغل كتير والله النهارده، بتستهونوا بس يعني ملوخيه ناشفه وبتنجان لا لا، الموضوع كبير، موضوع انا لو فتحت فيه محتاج لقعده وكلام وحوار ونتكلم عن كل حاجه بنعملها. انا هعمل دلوقتي شويه بتنجان مخلل جامدين جدا، بيتكلم مصري. ده البتنجان بتاعنا بالوانه الموف الابيض الاسود، الحاجات الجميله الحلوه. ازاي اتعمل يا عم الشيف؟ نأمن على الزيت بتاعنا اخباره ايه؟ مقاديره على الشاشه، بتنجان مخلل، الزيت اخباره ايه؟ سخن. حلو؟ يا نعم. البتنجان معانا، هنبدا ان احنا نفتح البتنجان ده الاول. اه موجود يا فندم معانا البتنجان الحلو الجميل، والمقادير على الشاشه. حلو؟ اه. ده متفتح، الله يبارك لك يا ام شهد. اه ده ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ اه.
بسك... والله جيت اهو لازم يتفتح كده عشان يتحمر اهو. في طريقتين لتخليل البتنجان. انا بحب البتنجان المقلي مش المسلوق، مش طريقه المكدوس. اخواننا السوريين بيعملوه مكدوس، بيسلقوه في ميه مغليه بشويه ملح وبتسلق، وبعد ما بيتسلق بيتعمل يا عم الشيف ايه شفت الفتحه دي فتحه كده زي الجيب عشان بعد ما يتقلي في الزيت هنعمله الخلطه بتاعته اللي احنا نحشيه بيه طبق البتنجان ده يا اخواننا لا يخلو من على السفره، سواء عامله مشويات، سواء عامله اكله سمك، سواء عامله ملوخيه زي بتاعت النهارده، عاملين وز، عاملين بط. طبق البتنجان ده احنا المصريين بنعشوه، واحسن حد يعمله الام المصريه بتنجان مخلل. بس اهم حاجه تحط في الخلطه دي يا عم الشيف شويه شبت، ما تكتريش الشبت. شبت مع توم مع زيت زيتون مع قرن فلفل حار مع شويه شطه مع معلقه فلفله حلوه، الله هو ده زيت زيتون، الحاجات دي كلها بتنجان برضو سايبين حاجات مش مفتوحه. قرن الفلفل ده هنحطه معاهم برضو فتحه دي كده قرن الفلفل ده لازم. سامعين صوت الرز؟ نوطي النار بقى. حاضر يا فندم، حاضر. نهدي النار على الرز نهدي النار خالص مهم جدا غلي الرز نهدي النار عليه، ده الطبيعي عشان شفت الرز ايه العبره ان الشيف المغازي حاطط قرن انا عايز الرز ده يستوي ودوقيه بعد كده، هتلاقي نفسك انت عملت شويه رز محدش كلهم بالطعم ده ومحدش عملهم بالطعم ده الشوربه هنا او ميه الرز هنا خلاها طعم وفليفر مميز حلو. نغطي الحله دي بقى ونسيبها ايه على نار هاديه، اتقل على الرز لما يستوي زي الفل ياخد وقته. قد ايه الطايم؟ لو بتعملي نص كيلو رز في حله زي دي كده يعني مش عايز لك اقل من 30 دقيقه 25 دقيقه واوعي في حياتك تعملي رز بميه بارده، لازم الميه تكون بتغلي اللي بتحطها على الرز المتفلفل في السمنه البلدي قبل ما تحط عليه الشوربه او تحط عليه الميه، ده مهم جدا على فكره نهدي النار عليه زي الفل. تستهزي بشويه رز بتعمليهم؟ بالعكس، ده الرز وطبق السلطه عنوان سفرتك. حلو الكلام الحلو ده بيطلع ازاي؟ الرز الابيض على السفره ساده، وسلطه خضراء او بتنجان مخلل الحاجه اللي بتعمليها عنوان السفره. تاني ظبطيهم كل حاجه بعد كده تبقى مظبوطه معاكي. طبعا البتنجان معانا، هنشوف اخبار الزيت ايه. الزيت ده سخن ولا ايه الحكايه؟ بص على الدنيا كده، لا الزيت بات، يبقى احنا ايه نحمر في حاجه تانية. بسم الله الرحمن الرحيم، عايزين نحمر شويه بتنجان علشان نخلل البتنجان. اللهم صل على النبي. يا نعم الله عليك، انت ابن حلال والله. خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل هنشوف ازاي تحمري بتنجان تخلليه بقى تعمليه بالدقه، ازاي ما يشربش منك زيت. التفاصيل الصغيره دي اللي تهمنا في مطبخنا والكلام الحلو الطيب هنشوفه بعد الفاصل، اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لمقادير الرز بلبن بنعمله في المناسبات، ابننا نجح في المدرسة في مناسبة حلوة بنعمل شوية مقلبية رز بلبن نوزع الجيران والحبايب، ودي عادات مصرية وجميلة ولطيفة وصلة رحم وجبران خاطر. تعالوا نعمل شوية رز بلبن ازاي مع بعض، بالقرفة بجوز الهند حسب ما احنا حابين، ولكن الاحتياطات واجبة في انك لما تيجي تعملي حلو اي كان مهلبية بالذات او رز بلبن، الاواني بتاعتك اللي بتستخدميها سواء سكينة سواء معلقة خشب معلقة بلاستيك ما تكونش انت قلبتي بيها قبل كده بصل ولا تومه، خاصة المعالق الخشبية. لو انت قلبت بصل وتوم قبل كده بيها وشلتيها وغسلتيها برضو ريحة البصل والتوم فيها، تيجي تعملي وبعدين بقى عزم حماتك ولا الضيوف والرز بلبن الكارف بصل وتوم بيبقى شكلنا وحش. ادي حاجة بسيطة اهيت ولكن بتحصل في المناسبات، لازم الحاجات دي مهمة. معانا قرفة، معانا فانيليا ونشا وسكر ورز مستوي على النار، ده عايز وقت كبير من السوى
تبص عليه كده اهو ده اهو. الله شوف الحلاوه هنا، شوف الجمال اهو. قصه بقى انك انت تطحن الرز انا ضدها. اللي بيطحن الرز دي يعني حاجه سريعه كده على الماشي، طب ما تحطي نشا وخلاص، تعملي مقلبيه، ايه المشكله؟ لا الرز تسيبيه ياخد وقته في السوى خالص. نعمين يا غالي. زي ما هو. رز بلبن لغايه دلوقتي يا عم الشيف. المدام بتعمل شويه رز بلبن ونحطهم في التلاجه، نيجي نطلع الرز بلبن من التلاجه نلاقي جبس جبس، والله بتلاقيه ماسك نفسه. نيجي نضرب المعلقه عايزين حد يساعدنا اهو. هو ده، خلي بالكم اللي بقوله ده بيحصل اهو، وخاصه للمبتدئين في المطبخ. ممكن تكون عروسه جديده وشاطره متعلمه من مامتها، خلي بالك اهو، وتروح البيت بقى ايه واثقه من نفسها، انا مستعد يا حبيبي تعزم ماما تعزم بابا تعزم صحابك، هطول لك رقبتك. هو ده، مش هقصر لك رقبتك خالص، واعمل لك الاكل اللي كنت تحب تاكله من ايد مامتك. هو ده الكلام. رز بلبن دي البدايه اهو، شفت تلاقي حبات الرز مهريه اهو، الكفر بتاعها اللي هي النشويات والكربوهيدرات دابت في الايه في الميه اهو. طب ازاي يا مغازي ده ما ياخدش وقت كبير مننا على النار؟ ده كلام مهم جدا. الرز يتغسل مرة اتنين تلاتة، نصفي منه المية ونوفر على نفسنا الطريق، ونحطه في حلة على النار ونهد النار عليه ونسيبه يعيش مع نفسه. تبقى حبيت الرز تحل، يعني تحل يعني تفك، ولما تفك هتبدأ بقى ايه تدينا النشويات زي اللي انا شغال زي انا قاعد بتكلم وبسلة اهو. شفت اهو خلاص خلص الرز بلبن. الخطوة اللي عاملها دي خطوة سهلة جدا، الصعب عدى اهو اهو. شفت اهو جاهز. نبدأ نحط السكر، معانا السكر، والسكر اختياري. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني حطيت كوباية، عشان كده ممكن أقول كوباية، ممكن نص كوباية ينفع ربع كوباية ينفع بدل السكر نحط شربات يكتر شرباتنا بدل السكر نحط عسل زي ما انت عايزة ايه البتنجان هو ده هو ده. اخبار الزيت ايه؟ قالوا تمام سامع صوته بيسخن جنبه حلو حلو. طيب نبدا نحط السكر يا عم الشيف، نحط السكر ونار هاديه خلي بالك الله سكر ايامك يا رب اهو. عايزه طعم الايه بقى؟ طعم الفانيليا، حط فانيليا. اخواننا في الدول العربيه بيحطوا له حبهان، واخد طعم الحبهان بيبقى لطيف وجميل ممكن تحط حبهان بدل الفانيليا ما اقولكيش، بس السنه صغيره كده عشان مش مر، وما تحطش الحبان السليم، الحبان البودر الناعم المنخول دي فانيليا ممكن تحط بدل الفانيليا قرفه في قلبيه مش هتبقى لطيفه، ممكن نحط على الوش. الله على ريحه الفانيليا بدات تظهر اهي على طول وانا شغال. النشا والحليب الاثنين مع بعض، هندوب النشا في الحليب واحنا مع بعض كده. ده حليب معانا، حليب مغلي الله حلو قوي تمام زي الفل، ومعانا نشا هندوبهم مع بعض علشان يديني شويه قوام. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا غالي، والله صدقني لغايه دلوقتي شويه الرز باللبن بيبقوا مشكله في البيت مش ظابطين. بيبقى الراجل جاي مامته يا عيني مفطراه رز بلبن، معشياه رز بلبن وحافظ شكله. خلي بالك انت تخافي من ايه؟ بجد والله العظيم تخافي من الحاجات اللي هي المعتاده اليوميه. الراجل بيحب ياكل من مامته يعني رز بلبن تعمله له، فطير مشلتت، فالحاجات الصعبه دي لازم تكون حافظاها ورايحه البيت حافظاها، والا تيجي من اولها كده وتقول ايه؟ اتعلم منك يا حماتي، بس انت كده جبت من الاخر. انما بقى اقعد اضحي واعمل ومن البدايه واحنا جبناها ما عرفتش تعمل اكل ونستعين بافراد الاسره، الكلام ده مرفوض. من رز بلبن، مهلبيه، فطير مشلتت، شويه ملوخيه ناشفين زي دول، حله كرومب، الحاجات اللي هي، انما البكاتا انا عارفك هتخش بقلب جامد، مكرونه بالوايت صوص عملتها تخينه غير الست الطيبه اللي اكلتها قبل كده ولا شفتها قبل كده، عملت مثلا شويه شركسيه هتقول لك دي يعني ايه شركسيه؟ لا يا تيتا يعني عين جمل طحناها مع التوست مع الحليب، هي الست هتستقبل منك وهتاكل وتقول لك تسلم ايدك، لانها لا شافت الشركسيه ولا المركبيه، خلي بالك اللي انا بقوله ده بيحصل في كل البيوت. الرز بلبن على النار زي الفل تمام، هننزل بالنشا زي الفل كل ده طب يا شيف مغازي انا خدت النشا اللي انا عايزاه
وبقى عندي شويه كده. احنا تبذير وانت بتقول لنا التبذير؟ لا، حط الباقي في التلاجة. تعملي وايت صوص حط من حلو، قلبنا النشا كويس زي الفل. ناخد كده بالراحه خالص وننزل بالراحه بس خلاص. معلقه النشا مع شويه الحليب هنا بيدوا شخصيه لشويه الرز بلبن. الخبره الطهويه بتقول كده. شفت بقى القوام يشد ازاي؟ زي الفل. ونار هاديه، خلي بالك عشان الرز بلبن ده ما هوش رز ابيض بتعمليه شاط منك هتعالجيه بقى ببصلايه وبطاطسايه والجو اللي احنا عارفينه، خلي بالك ملوش علاج. رز بلبن مهلبيه شاطت منك يا اختي يا امي يا خالتي يا عمتي يا ست الكل اللي بتشوفينا وبتسمعينا، ملوش علاج غير انك انت تخلصي منه كده في الهداوه وما تجيبيش خبر خالص عشان ما تبقيش انت ايه عملت الرز بلبن وشاط منها وتبقي انت حديث العائله. تعالوا نغرف الرز بتاعنا اللي عملناه ده. البتنجان ده استاذه انا حابه تقول 7 دقايق، خلي بالك بصيت لي البتنجان كنت اعيط. تعالوا مع بعض نغرف الرز بلبن. احنا مع بعض يعني ما عملناهوش النهارده نعمله بكره، ورانا حاجه. حلو، شويه الرز المصري الحلوين دول. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، لا القرن الفلفل ده انت هتسيبي كل حاجه بعون الله وتاكلي، تركزي مع القرن الفلفل وفكره المغازي في قلب الرز اهو. الله، الشماخة بتاعت القرن الفلفل الحار حكاية، ودت الرز في حتة تانية. هو ده. الله، شفتي نازل ازاي؟ نازل يتناغم. شفتي؟ فين النشويات؟ فين الكربوهيدرات؟ تفاصيل صغيرة ولكن معنى كبير وطعم جديد. وخلي القرن الفلفل كده في قلب الرز، يعني ايه حاجة حلوة كده لما نقعد ناكل. ايه اللي انت عاملاه ده يا مدام؟ جرب يا راجل يا طيب. انا شفت الشيف المغازي النهارده على القناة الأولى حط قرن فلفل حار في قلب الرز، احنا نحطه في قلب البامية، نحطه في قلب اللحمة وهي بتتسلق، إنما في قلب الرز دي حاجة جديدة. أول حاجة بيدي طعم للرز مميز، خاصة مع أكلة زي اللي أنا عاملها دلوقتي الملوخية. رقم 2 وده الأهم، برزنتيشن عالي قوي، شكل يعني منظر قبها. فينه فينه اطلع بيه يا غالي، تعالى يا طيب. هو ده كان رز معمر. عجبك؟ هو ده والله العظيم. لو جوزك قاعد على الاكل دلوقتي هيقول بسم الله ويجي واخد قطمه من هنا، بس تروح تجيب حاجه من المطبخ مش هتلاقي لا الملوخيه ولا الرز، فتح نفسه. حلو الكلام. طيب نعمل ايه تاني؟ المهلبيه قصدي الرز بلبن. انت عايز تشوف البتنجان، انا عارف انت همك موضوع البتنجان. بص انا اقول لك على حاجه، الزيت ما كانش مولع، اتكلم الصراحة أنا عشان اللي بيكذب بيخش النار، خلي بالكم. وأنا حمرته في طاسة. فالمفروض البتنجان ده بعد ما يتحمر نصفيه من الزيت. ونجهز الخلطة بتاعته والحشوة بتاعته. اللي هي عبارة عن فلفلة حلوة، كزبرة، ثوم، شبت، زيت زيتون، عصير ليمون، بهاراتك ملح وفلفل وكمون. وناخد الخلطة دي نحطها مكان ما فتحنا بالسكينة. ونرصه في صينيه او في برطمان ونحط عليه شويه زيت زيتون ونخليه في الثلاجه كل يوم طلع منه 2 3 بألف انا وشفا. الرز خلاص انا غرفت الرز بلبن. حالا اهو. حاضر عينيا. الله، فانت ما تنتظرش البتنجان يطلع دلوقتي عشان برضه ايه ما تعملش حسابك افتح لك الشهيه برضه فلفل. خلي بالك عندنا بديل رز بلبن. شوف القوام وشوف الحلاوه. بص بالله عليك، بص طعم الفانيليا، طعم السكر. شفت؟ زي ما هتغرفيه زي ما هتلاقيه في التلاجة لمدة أسبوع بعون الله. مش هيتأثر، لا هيجمد ولا يكلكع مني خالص. مغرفتك اللي هتغرفي بقى الرز باللبن شفتهاش قبل كده، دي لسه جديدة. ما تجيبيش بتاعة شوربة البط بقى وتغرفي الرز باللبن، تعملي لنا مشكلة في العائلة بقى، خلي بالك. شفت مغرفة أول مرة نشوفها. تغرفي في الكاسات بقى وكتري كاساتك وأطباقك الحلوة. خبطي عالجار، صباح الخير يا ام محمد. انا عامله رز بلبن النهارده على طريقه الشيف المغازي، شفته عمله ازاي وماسك نفسه جميل. الطبق ده هيرجع لك فيه بصاره بعون الله، او شويه بتنجان مخلل اللي احنا ما قدرناش نعملهم دلوقتي. حاجه كده نفسك فيها هترجع لك لان نيتك طيبه. خلي بالك. او يرجع مثلا فيه شويه باميه. دي عادات والله العظيم كنت بشوف الكلام ده في البيت عندنا. حد مثلا يجيب لنا حاجه في طبق، لازم الحاجه تعمل محشي كرنب.
بصاره، كانت البصاره دي شاطره فيها اول حاجه رحمه الله عليها، احلى بصاره اكلتها من ايد امي رحمه الله عليها. خلي بالك كان زين الرز ده بقى يا عم الشيف بشويه قرفه ناعمين، بس انا عايز القرفه الناعمه بما ان احنا في ايام الشتاء والقرفه جميله في الشتاء. حلو قوي، التفاصيل الصغيره دي بتفرق. حطي جوز الهند خليك احسن مني، هاتي لوز يا مزاج اللوز، هاتي فستق حلبي افرميه كده يبقى اخضر وحلو خضر ايامك، هاتي عين جمل، هاتي فول سوداني زي ما انت. انا جبت قرفه وهفضل شيل قرفه، وللامانه رشه قرفه على الرز. يا ويلي ايه ده، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف. مطبخنا النهارده على شاشه القناه الاولى، لان بتنجان ده لينا حديث معاه بعدين، ده لينا سكه طويله، خلينا نكمله ان شاء الله مع بعض بكره ويتحمر ونتبله مع بعض ان شاء الله. عندنا النهارده شويه ملوخيه عملتهم ورب يعجبوا حضراتكم، وعرفنا فوائد الملوخيه الناشفه والخضره وايه الفرق بينهم. الاثنين متفقين في عنصر الحديد والزنك، متساويين في عداله بينهم، ولكن فيتامين سي ومضادات الاكسده في الناشفه اقل شويه من الخضره، ولكن لا اختلاف على ان الملوخيه قيمه غذائيه عاليه جدا، اضافه الثوم والكزبره ليها بتوديها في مكان تاني وفي قيمه تانيه من القيمه الغذائيه. عملنا شويه رز بلبن جامدين، اعمليهم على الطريقه دي واعزمي حماتك عليهم. الرز الابيض اللي معمول بفكر جديد، والاول مره على فكره احط القرن الفلفل الحار، لان انا جربته في البيت عندي فعجبني جدا، فاللي بيعجبني وانا بعمله في البيت بعمله مع حضراتكم. هي دي المصداقيه، رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.